يا جمال يا بالماضي الله يرحم والديك وبارك الله فيك روح الشعب تقرعك روح خلاص سي بون يا جمال يا بالماضي اذا رحت للفيفا ما راحش تستفاد في اي شيء لانه قانون الفيفا الحالي يا سيني معلومي يعطيك تعويض فقط قانون جديد 6 اشهر يعني جمال بالماضي راح الفيفا يعني وصرات فيها امور ضد الجزائر واسم الجزائر على المنتخب الوطني الجزائري ما راح يستفاد بالعامين اللي راهو يسنا فيهم علاش ماريزيليا علاش اسكتوا وحشموا علاش ماريزيليا علاش ماريزيليا كاين بروبلم ما تفهموش إيخ بصح ليه ما تفهموش ما تفهموش معنا بلاش انا نستناو السي وليد صادي الشفافيه يا اخي تحبوا الشفافيه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحياتي للجميع مرحبا بكم في فيديو جديد قبل ما نبدا نتمنى انكم تدعمونا بلايك الفيديو خليوا لي التعليقات ديالكم في الموضوع الناس ما مشاركيش معايا في القناة نتمنى انكم تشاركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالنا وعلى بركة الله نخليكم مع الفيديو اللي راح نستمعوا فيه لقربلة كبيرة في الإعلام الجزائري على جمال بالماضي بعد ما جاب لهم كأس أمم إفريقيا في مصر وجاب لهم النجمة الثانية وحقق إنجاز تاريخي لاتحاد الكرة بالجزائر اليوم خرج هذا الإعلام ينتقد جمال بالماضي ويحمله المسؤولية بالخروج المبكر من كأس أمم إفريقيا بالكوتيفوار وحنا كنقولوها بعد المباراة أمام بوركينا فاسو خرجت كل المنابر الإعلامية تنتقد المدرب جمال بماضي ودارت واحد الضغط كبير على اللاعبين خاصة محرز والجمال بماضي في المباراة ديال منتخب موريتانيا طبق التشكيلة ديال الجمهور خلى محرز وكذلك بلالي في دكة البدلاء وأقحم اللاعبين اللي كان كيطالب بهم الشارع الجزائري والإعلام الجزائري وفي الأخير كانت الخسارة أمام منتخب موريتانيا والخروج مبكرا من كأس أمم إفريقيا بالكوت ديفوار بعد نسخة الكاميرون وكذلك تكلموا على الخسارة أمام منتخب الكاميرون وعدم التأهل إلى كأس العالم اليوم هذا الإعلام خرج يحمل المسؤولية وينتقد جمال بالماضي علاش سيدي ما بغاش يستقيل من المنتخب الجزائري باش نجيبو شي مدرب واحد آخر قال لك سيدي كيطلب بالأموال ديالو يقدر يمشي للفيفا قال لك كيطالب بأموال كبيرة جدا قال لك باش يدفع الاستقالة ديالو من تدريب المنتخب الجزائري وهذا الشيء قال لك وليد الصادي ما غاديش يعطيه له لا بغى يمشي للفيفا غيمشي اليوم كما نقولوا ذاك الخير اللي داروا جمال بماضي وذاك الانجاز اللي جا اللي داروا جمال بماضي على الاقل هذا الاعلام يرد له الجميل ديالو ديال 2019 في مصر فاز جمال اللقب وفاز على المنتخب السنغالي اذا اليوم لا حديث في الاعلام الجزائري الا على الصالير ديال جمال بماضي وكذلك الازمه الكبيره اللي كان في الاتحاد الجزائري لكره القدم واش غادي يقدروا يخلصوه ولا ما يقدروش يخلصوه واش جمال بماضي غادي يمشي للفيفا ولا ما يمشيش هذا الاعلام الجزائري نخليكم تسمعوا تكلموا على هذا الموضوع وخايفين جمال بماضي يمشي بهم للفيفا باش يطالب